السلام عليكم، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع اول محاضره خالص في كتاب الهيد في الاناتومي. هنتكلم النهارده عن الانترودكشن بتاعه الهيد اناتومي. هنعرف ايه المواضيع اللي احنا ندرسها في كتاب الهيد، هنعرف كل موضوع لما نيجي ندرسه هندرس تحته عناوين ايه، وهنحط قواعد كتيره جدا لدراستنا ان شاء الله في كتاب الهيد في الاناتومي. النهارده في المحاضره اللي معانا اللي هي الانترودكشن دي، مش منهج يا جماعه، ده جزء مش في المنهج، ولكن الجزء ده مهم جدا عشان تبقى ملم باي حاجه هتتشرح ان شاء الله بعد كده في الاناتومي، لان الاناتومي اللي كان في اعدادي حاجه، والاناتومي ان شاء الله اللي بتاخدوه في سنه اولى حاجه تانيه خالص. النهارده ان شاء الله هنحط قواعد سوا، نعرف كل حاجه في الاناتومي الجديد ده بندرسها ازاي. تعالوا بقى نشوف الانترودكشن بتاعه الهيد اناتومي بنقول فيها ايه. بنبدا ونقول ايه هي الموضوعات اللي احنا هندرسها اصلا في كتاب الهيد. بيقول لي الهيد سبجكت، الحاجات اللي احنا هندرسها بتشمل الاتي. اول حاجه احنا هناخدها بتكون حاجه اسمها سكالب، والسكالب دي اللي هي فروه الراس. هناخد الجزء بتاع فروه الراس اللي هو بيغطي السكال من فوق. هنعرف ان شاء الله ان السكال من فوق اسمها نورما فيرتيكاليس، لما بيكون عليها تراكيب، التراكيب اللي مغطيه السكال من فوق دي بنسميها السكالب اللي هي فروه الراس. ثم بعد كده هنخش على موضوع اسمه الفيس، الفيس اللي هو الوجه. هناخد بقى الحاجات اللي مغطيه السكال من قدام اللي هي تبقى عباره عن التراكيب المكونه للفيس. بعد كده نبدأ ناخد حاجة اسمها الباروتيد ريجون. الباروتيد ريجون ديت هي منطقة الغدة النكافية. في عندنا غدة بتكون موجودة على الفك قدام الأذن كده، وتحتها اسمها الغدة النكافية، اسمها الباروتيد جلان. هندرس الجزئية اللي اسمها الباروتيد ريجون عشان ناخد فيها الباروتيد جلان. ثم بعد كده بيقول لي هنخش على حاجه اسمها التيمبورال ريجون. التيمبورال ريجون ديت المنطقه اللي موجوده على جانبي السكال، اللي هي المنطقه اللي بتكون فوق الاذن مباشره، دي اسمها التيمبورال ريجون. هندرس المنطقه دي بكل الحاجات اللي موجوده فيها برضو. بعد كده هنخش على الجزئيه الكبيره جدا والمهمه جدا في الهيد، حاجه اسمها الانفرا تيمبورال ريجون. انفرا تيمبورال ريجون دي حاجه بتكون جوه الفك، يعني احنا الفك من ناحيه بره عليه باروتد، من ناحيه جوه بنسميه الانفرا تيمبورال. الفك من ناحيه جوه دي منطقه الانفرا تيمبورال، هندرسها ان شاء الله بالتفصيل، وده بيكون جزء كبير جدا في كتاب الهيد، لان هو اللي بيكون فيه كل النيرفس والفيسر اللي موجوده في الكتاب تقريبا. اشهر النيرفس والفيسر اللي بتكون موجوده في دراسه كتاب الهيد موجوده في جزئيه الانفرا تيمبورال ريجون دي. بعد كده هنقوم جايين باصين على السكال من جوه، تجويف السكال نفسه من جوه والحاجات اللي موجوده فيه، اللي هي اسمه الكرينيال كافيتي. واخيرا هنختم بالاوربت اللي هي تجويف العين. تجويف العين دي الموضوعات اللي احنا هناخدها في الهيد بالتفصيل. اول موضوع هنبدا بيه هو السكالب اللي هو فروه الراس، الجزء اللي على السكال من فوق. ثم هناخد الفيس اللي هو الجزء اللي على السكال من قدام. ثم هناخد التيمبورال ريجون اللي هو الجزء اللي على السكال من الجناب. ثم يجي بعد كده يقول لك هناخد السكال من جوه كرينيال كافيتي، هناخد غده مشهوره جدا اسمها الباروتيد جلاند في الباروتيد ريجون، هناخد جزء جوه الفك اللي بيكون فيه كل الفيسل والنيرفز بتاعت الهيد اللي هو الانفرا تيمبورال ريجون، وهنختم اخيرا بتجويف العين اللي هو اسمه الاوربت. ده العناوين اللي احنا هنمشي بيها، او دي الدروس اللي موجوده في كتاب الهيد. في كل درس هناخده من دول، او في كل عنوان هناخده من دول، بندرس فيه حاجات اساسيه جدا. دي موضوع دراستنا في جزء الانترودكشن بقى، يعني انا عامل فيديو الانترودكشن ده عشان الجزئيه اللي عليها الدور دي، اللي هي في كل منطقه من دول احنا هندرس ايه. ان ريجن وي ويل ستادي. هنبدا اول حاجه خالص، في عندنا يا جماعه قاعده عامه في الاناتومي بتقول عشان تدرس اي حاجه في الاناتومي خدها من بره لجوه. عشان تدرس اي منطقه في الاناتومي بندرس كل التراكيب اللي فيها من اول الجلد لحد ما توصل للعظم. فبنبدا اول حاجه بالسكان، بندرس الجلد بتاع كل منطقة بس بنتكلمش عنه خالص، يعني احنا بنقولش عنه اي تفاصيل خالص في السكان. بنبدأ دراستنا في الاناتومي في اي منطقة بحاجة اسمها السوبرفيشيال فاشيا. والسوبرفيشيال فاشيا دي هي الطبقة المبطنة للجلد، الطبقة اللي تحت الجلد مباشرة، ودي بيكون فيها حاجات اساسية جدا هقولها لحضراتكم حالا. احنا عندنا الجلد ما بندرسوش، الطبقة المبطنة للجلد اسمها السوبرفيشيال فاشيا. والسوبرفيشيال فاشيا دي اهم كلمة فيها انها بتكون فيها اوعية دموية وفيها اعصاب بتغذي الجلد. الاوعية الدموية والاعصاب اللي بتغذي الجلد بنقوم جايين اللي هي ماشية في السوبرفيشيال فاشيا بنقوم مسمينها الساب كيوتينيوس. ساب كيوتينيوس، كلمة كيوتينيوس معناها جلد، وصاب معناها تحت، فكلمة ساب كيوتينيوس معناها تحت الجلد. أهم عناوين هندرسها في السوبرفيشيال فاشيا في كل مناطق الأناتومي هتلاقي بيقول لك هنتكلم على الساب كيوتينيوس نيرفز والساب كيوتينيوس فيسلز.
اللي هي الارترز والفينز، الشرايين والاورده. فاحنا لما نيجي ناخد السوبرفيشال فاشيا، اعرف ان احنا داخلين السوبرفيشال فاشيا عشان نتكلم عن النيرفات اللي موجوده فيها اللي بتغذي الجلد، اللي اكيد هتبقى سينسوري خاصه بالاحساس، زائد ان احنا هندرس الاوعيه الدمويه اللي موجوده في السوبرفيشال فاشيا اللي بتغذي الجلد، اللي هنسميه سوبرفيشال، اللي هنسميه اسف سب كيوتينيوس نيرفز وسب كيوتينيوس فيسلز، اللي هي ارترز وفين. يعني لما نيجي ناخد اول حاجه كده في اي منطقه، هتلاقينا الاول بناخد المنطقه ديت هي عباره عن ايه، المنطقه ديت منين لفين، كلام عام كده. واول ما نبدا دراستنا في المنطقه بجد، تلاقي بيقول لك اول عنوان عندك السب كيوتينيوس نيرفز والسب كيوتينيوس فيسلز، اللي هي الشرايين والاورده والاعصاب اللي موجودين في السوبرفيشال فاشيا عشان يغذوا السكان. ونقوم جايين مخلصين الجزئيه دي خالص، ونازلين على الجزئيه اللي بعدها اللي اسمها الديب فاشيا. الديب فاشيا مش جزء مهم في الهيد، ولكنه جزء مهم جدا في النيك ان شاء الله في الترم الثاني. الديب فاشيا ديت دي عباره عن غلاف العضلات، الحاجه اللي بتغلف العضلات. احنا هنعرف ان احنا عندنا في الهيد مفيش ديب فاشيا كتير، وساعه ما يجي ديب فاشيا هنقول تفاصيلها، ولكن كلمه ديب فاشيا في اي حته اعرف انها غلاف العضله، حاجه بتغلف العضله كده وبتثبت العضله مكانها. ده ما فيهاش فيها تفاصيل كتير، مش هنتكلم عنها كتير. نبدا بالحاجات الكبيره بقى. اول حاجه بعد الديب فاشيا بيقول لي هندرس المسلز، المسلز اللي هي العضلات. في اعدادي كنا بناخد نوع العضله وبس، انما من اول السنه دي احنا بندرس تفاصيل كامله عن العضله. اول حاجه بندرسها عن العضله حاجه اسمها الاوريجين. الاوريجين معناها بدايه العضله منين، العضله دي بادئه من اول فين. تاني حاجه بتبقى اسمها الانسيرشن. انسيرشن معناها العضله دي حاطه فين، نهايه العضله فين. تاني عشان دي عناوين اساسيه، بداية العضلة بنسميها origin، نهاية العضلة بنسميها insertion. ثم نيجي بعد كده نقوم جايين دارسين عنوان اسمه النيرف سبلاي. النيرف سبلاي معناها ايه، العصب اللي بيغذي العضلة، ايه العصب اللي بيغذي العضلة. وده هيكون عصب موتور، عصب حركي لانه بيغذي عضلة. انما الاعصاب اللي كانت في السوبرفيشيال فاشيا ده كانت سنسوري لانها بتغذي الجلد، وبالتالي هي بتنقل احساس. انما العصب اللي يغذي العضلة يكون موتور، بنسميه النيرف سبلاي. ثم نيجي بعد كده ندرس العنوان الرابع في العضلات اللي اسمه الاكشن. اكشن معناه العضله دي بتعمل ايه، العضله ديت لما تنقبض بتؤدي الى ان ايه يحصل، بترفع ولا بتنزل، بتودي يمين ولا تودي شمال، بتعمل ايه بالظبط، بتقرب من بعض، تبعد مين عن بعض، وهكذا. ده اللي بنسميه الاكشن. وفي بعض المسلز بيكون فيها عنوان مهم قوي اسمه الريليشنز. الريليشن معناها العضله دي ايه الحاجات المحيطه بيها، مين جيرانها، مين قدامها، مين وراها، مين على جنبها، مين فوقها، مين تحتها. دي بنسميها الريليشنز، الحاجات اللي موجوده بجوار العضله. يبقى احنا في اي عضله بندرس اربع عناوين رئيسيه، والعنوان الخامس ممكن نلاقيه في بعض العضلات وممكن ما نلاقيهوش في العضله دي. الاربع عناوين الرئيسيه حاجه اسمها الاوريجين، اوريجين معناها بدايه العضله. حاجة التانية اسمها الانسيرشن اللي هي نهاية العضلة. الحاجة التالتة اسمها نيرف سبلاي، العصب اللي بيغذي العضلة. الحاجة الرابعة اسمها اكشن، اللي هي العضلة بتعمل وظيفة ايه، او العضلة لما بتنقبض بتعمل ايه. ثم اخيرا العنوان اللي ممكن نلاقيه احيانا او ما نلاقيهوش اسمه ريليشن، مين جيران العضلة، مين الحاجات المحيطة بالعضلة. يبقى احنا لما اجي اقول لك هكلم عن العضلات، على طول تعرف انك اي عضلة يبقى اوريجين، انسيرشن، نيرف سبلاي، اكشن، واحيانا الريليشنز بتاعتها. نيجي بعد كده نخش على النيرفز بقى. النيرفز اللي هي الاعصاب، والاعصاب اللي احنا هنتكلم عنها هنا هو العصب الكبير. خدوا بالكم احنا جبنا سيره اعصاب في السوبرفيشال فاشيا، كانت اعصاب سنسوري بتغذي الجلد، وجبنا سيره اعصاب في المصل، دي كانت اعصاب موتور بتغذي العضله. لما نيجي نتكلم عن النيرفز بقى، هندرس العصب الكبير نفسه اللي كان مطلع النوعين دول اصلا. يعني العصب اللي كان رايح للجلد او العصب اللي كان رايح للعضله ده كان فرع من عصب كبير. هناخد بقى العصب الكبير ده ندرسه بالتفصيل. فتلاقي لما نيجي نتكلم عن النيرفز احنا بنتكلم عن عصب كبير. العصب الكبير ده لازم نعرف فيه العناوين الاتيه. اول حاجه نعرف البيجيننج بتاعته. الحاجات ديت انا مش كاتبها هنا، مجرد شرح بس، لان قلت لحضراتكم دي مش حاجات منهج ولا حاجات حفظ، انما اللي عاوز يكتبها لنفسه في ورقه هتسهل عليه كتير ان شاء الله. ساعة ما نتكلم عن النيرفز بيقول لي هنبدأ أول حاجة بالبيجيننج. البيجيننج معناه العصب ده جاي منين، العصب ده بدايته فين، طالع منين. ثم بعد كده بنقوم جايين متكلمين عن حاجة اسمها الكورس.
كورس معناه الطريق اللي بيمشي فيه العصب، بنقول عليه كورس، طريق العصب بيمشي فيه. يقوم جاي مثلا يقول لك ده بيطلع من الثقب الفلاني، يقوم ماشي جنب العضلة الفلانية، يلاقي كذا قدامه، يقوم جاي ماشي من جنبه، ثم ينحرف في اتجاه اليمين مثلا عشان يلاقي المكان الفلاني، يقوم جاي معدي منه. بنوصف الطريق اللي العصب بيمشي منه من بدايته لنهايته. يعني الأول بنقوم جايين قايلين البيجيننج، بداية العصب من ايه؟ بعد كده نقوم جايين قايلين الكورس، الكورس معناه العصب بيمشي طريقه ايه. ومع الكورس بندرس الريليشنز، الريليشن دي بتكون اجزاء من الاجزاء الملخبطه شويه ومن الصعبه شويه في الاناتومي، ولكن ان شاء الله هناخدها واحده واحده سوا لحد ما نبسطها جدا في كل جزئيه ندرسها. يعني في العصب بنبدا البدايه بتاعته، ثم بعد كده الطريق اللي بيمشي فيه، وهو ماشي في الطريق ده بتقابله حاجات، دي بنسميها الريليشنز، عدى جنب مين، عدى من قدام مين، الريليشنز بتاعته. ثم بعد كده نقول العصب ده بينتهي فين، بنسميها الاند، الاند اللي هي نهاية العصب. والحاجة الأساسية اللي بندرسها في العصب دايما هي البرانشز بتاعته، برانش معناها فروع. لما نيجي ندرس البرانشز بتاعت أي عصب بندرس الفروع بتاعته، يقول لك والله العصب الفلاني في المنطقة الفلانية بيطلع عصب اسمه كذا، وتعرف لي العصب ده بيكون سنسوري ولا موتور وبيغذي ايه، بعدها بشويه بيطلع عصب اسمه كذا، تعرف لي هو سنسوري ولا موتور ولا بيغذي وبيغذي ايه، بعدها بشويه بيطلع العصب الفلاني والعصب الفلاني والعصب الفلاني والعصب الفلاني. يعني تلاقينا بناخد العصب الكبير، والعصب الكبير ده بتلاقي طالع منه اعصاب صغيره. هندرس اساسيا العصب الكبير بدايته ايه، نهايته ايه، كان ماشي في طريق عامل ازاي، واسماء التفرعات بتاعته اللي هي البرانشز ديت ايه. وفي البرانشز هنعرف هل هي سنسوري ولا موتور وبتغذي ايه، مش محتاجين تفاصيل عنها، مش محتاجين انها بتمشي ازاي ولا بتنتهي ازاي، احنا محتاجين بس نوعها ان هو سنسوري ولا موتور، زائد انها بتغذي ايه الاعصاب اللي طالعه دي، دي بنسميها برانشز. اللي بعد كده بيقول الارترز، والارترز هي الشرايين. الشرايين لما بنيجي نتكلم عنها يا جماعه برضو بتبقى زي الاعصاب بالظبط، بندرس البدايه بتاعتها البيجيننج، بندرس النهايه بتاعتها اللي اسمها الاند، بندرس الكورس بتاعه اللي هو الطريق اللي بيمشي فيه، بندرس الريليشنز بتاعته اللي هي كانت الحاجات اللي بيعدي من عليها، الحاجات اللي هي بتكون جنبه وهو ماشي، بندرس البرانشز بتاعته اللي هي بتبقى عباره عن الفروع بتاعته. بس هنا بيقول لي في الارتري احنا بيكون عندنا في حاجه اسمها برانشز، دي الفروع اللي طالعه منه. في اخر الارتري خالص ممكن نلاقي الارتري ده لما انتهى، وركزوا في دي عشان تفرقوا بين الكلمتين. لما اقول لك كلمه برانش، برانش معناها فرع طالع من الارتري او من النيرف وهو ماشي في طريقه. انما لما يجي الارتري في نهايته او العصب في نهايته وقام جاي منقسم اتنين مثلا وكل واحد منهم راح في ناحية، دي ما بنسميهاش برانشز، دي بنسميها تيرمينال برانشز. تيرمينال برانش معناها تفرعات نهائية. يعني ممكن نلاقي بعض الاعصاب لما بتنتهي بنقول انها بتنتهي عن طريق انها تدي اتنين تيرمينال برانش، واحد يروح للمكان الفلاني وواحد يروح للمكان الفلاني. نيجي برضو على الارترز، تلاقي بيقول لك احيانا بعض الارترز بتنتهي انها تدي اتنين تيرمينال برانش، وبالتالي لو طالع من الارتري وهو ماشي في طريقه بنسميه برانش، لو طالع من الارتري في اخره واتقسم اتنين بنسمي دول التيرمينال برانشز، تيرمينال برانشز. بالنسبة للفينز، بالنسبة للفين اللي هي الأوردة، بقول إن إحنا عندنا بيكون في بعض الأماكن بتكون الأوردة مهمة جدا. والأوردة ديت يا جماعة عبارة عن تجميعات، يعني تلاقي واحد مع التاني يدوني واحد، الواحد ده يمسك في واحد تالت يديني واحد رابع وهكذا. يعني الفين بيكون تجميع، بتلاقينا مسكنا واحد مع اتنين ادانا تلاتة، يعني كأرقام اقصد، مسكت اتنين مع بعض يدوك واحد، الواحد ده يمسك مع واحد تاني يديك واحد نتيجة دمجهم مع بعض. احنا في الارتري بنوزع، بيبقى واحد يتقسم اتنين يتقسم تلاتة يتقسم اربعة، انما في الفين احنا بنجمع، بتلاقي اتنين يتجمعوا يبقوا واحد، الواحد ده يمسك مع واحد يبقوا اتنين يتجمعوا يدوني واحد. في الفينز احنا بنجمع، انما في الارترز احنا بنوزع. دي مهمة جدا في الحفظ عشان خاطر لما يجي يدرس الحاجة تكون فاهمها. الارتري بيدي برانشات، انما الفين تلاقي بيسحب حاجات، حاجات بتخش فيه مش بتطلع منه، ده بتخش فيه، بنسميها تريبيوتاريز. كلمة تريبيوتري معناها روافد، روافد الحاجات اللي هي بتخش في الفين، لما يجي نلاقيه عمالين نتكلم فيه الحاجات اللي بتخش فيه نتيجة ان هو تلاقي واحد مع التاني ادوني واحد بس، الواحد ده مسك مع واحد اداك واحد، مسك مع واحد تالت اداك واحد، وهكذا عمالين نجمع عشان في الاخر يبقى عندنا فين واحد نتيجة تجميع كل الحاجات اللي احنا قلناها دي.
بعد كده هناخد جزئية الليمف نود، والليمف نود اللي هي الغدد الليمفاوية. هنعرف مثلا ان احنا عندنا في السكالب غدد ليمفاوية موجودة في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، عشان تسحب الليمف بتاع الجزء ده والجزء ده والجزء ده. هندرس كل الغدد الليمفاوية اللي موجودة، بتكون موجودة اسمها ايه وموجودة في منطقة، المنطقة دي عبارة عن ايه وبتسحب انهي جزء من الجزئية دي، بحيث ان لو حصل اي التهاب في الجزء ده هنروح ندور على الليمف نودز اللي بتسحب الجزء ده. دي بيكون لها قيمة مهمة جدا في اي التهاب بيحصل، لان اي التهاب بيحصل في مكان بنلاقي الليمف نود بتاعته ورمت، فاحنا بنبص على الليمف نود ان هي اللي لقاها ورمه يبقى اكيد المكان الفلاني هو اللي فيه الالتهاب، ودي اهميه دراسه الليمف نود. بعد كده هناخد البونز، والبونز هيكون كلام العملي بقى، هنعرف مثلا والله المكان ده اسمه كذا، الخط ده اسمه كذا، الحته دي اسمها كذا. بس عندنا هنا مهم جدا ان احنا نعرف لما يكون مثلا عندنا عضله طالعه من المكان الفلاني في العظمه، يبقى لازم مكان العظمه ده يتصم، لان في امتحان العملي تلاقيه معلم لك علامه يقول لك دي اسمها ايه وطالع منها عضله اسمها ايه، دي اسمها ايه وماشي من جنبها عصب اسمه ايه، وهكذا. يعني هنا بقى في العمل بتاع السنه دي تلاقيه بيقول لك انا عايز اسم العظمه والعظمه ديت ريليتد لانهي ستراكشر، يعني ماشي من جنبها ارتري، ماشي من جنبها فين، معدي من جنبها نيرف، طالع منها عضله، لازم بتذكر دي برضو، وده على مدار دراستنا ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل. بيكون عندنا بعض الحاجات التانية بتقابلنا في المنهج زي الجلاند، جلاند اللي هي غدة، أشهر غدة في منهجنا هتكون الباروتيد جلاند اللي هي الغدة النكافية اللي موجودة على الفك من بره. وأي غدة تقابلنا اعرف إن احنا ندرس نوع الغدة ديت، وأهم كلام هناخده في الغدة هو الريليشنز بتاعتها، إيه الحاجات اللي حوالين الغدة والدكت بتاعتها، يعني الأنبوبة والنيرف سبلاي بتاعها، العصب اللي بيغذيها. في اي غده لازم ثلاث عناوين اساسيه بيتصمم، اول عنوان بيكون الريليشنز اللي هي الغده ديت حواليها تراكيب اسمها ايه، تاني حاجه بتبقى عباره عن اللي قلنا ريليشن، تاني حاجه قلنا الدكت بتاعتها الانبوبه بتاعتها ماشيه ازاي ومعديه منين وفاتحه فين وهكذا، وندرس النيرف سبلاي بتاعه الاعصاب اللي بتغذي الغده دي. عندنا في منهجنا بيقابلنا جوينت، جوينت اللي هو مفصل، اشهر مفصل عندنا في الهيد هو التي ام جي، مفصل الفك التمبرو مانديبولار جوينت، هناخده ان شاء الله بالتفصيل. وفي اي مفصل لازم نعرف حركاته بيتحرك في انهي اتجاه، نعرف ايه الاربطه اللي ماسكاه الليجامنت اللي ماسكاه، نعرف لما بيجي يحصل له اي حاجه بتحصل في انهي اتجاه، مش هندرس دي بالتفصيل قوي، بس اللي احنا هيكون مهم جدا بالنسبه لنا ايه الاربطه بتاعته وايه العضلات اللي بتحركه وبتحركه في انهي اتجاه. في جزء الاعصاب هتلاقينا بندرس حاجه اسمها الجانجليا، وعندنا ثلاثه جانجليا مشهورين جدا في كتاب الهيد، حاجه اسمها القط الجانجليون، وحاجه اسمها سفينو بالاتاين، وحاجه اسمها سيلري، هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل كلهم في مكانه. ولكن كلمه جانجليا هي تجمع اعصاب، هندرس الجانجليا دي وبتكون موجوده فين ومين الاعصاب اللي داخله مشاركه فيها، والعصب لما يخش يطلع كام عصب، وهندرسها ان شاء الله بالتفصيل، وغيرها حاجات كتير هتقابلنا ان شاء الله لما نيجي ناخدها هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر. يبقى احنا عندنا في الهيد يا جماعه بندرس اول حاجه السكالب اللي هو الجزء العلوي من السكال، الفيس الجزء الامامي، البارود الجزء الجانبي، التمبورال اسف الجزء الجانبي، البارود ندرس فيها الغده النكافيه اللي اسمها البارود الجلان، في الانفرا تمبورال ريجون ده هيكون جزء ملغم، ده من اصعب اجزاء الهيد لانه فيه كل النيرفس وكل الفيسل اللي موجوده في المنهج، ودي بتكون مهمه جدا عند حضراتكم في التخدير. يعني احنا بيكون عندنا الاعصاب اللي متحكمه في تغذيه الاسنان بالكامل، وبالتالي في الاعصاب دي بتكون سؤال اساسي في الامتحان، لانك عشان تخدر اي سنه لازم تكون من عارف مين العصب اللي بيغذيها وعارف مكانه فين عشان بعد كده تعرف تخدره، وبالتالي الحاجه دي بتكون لها قيمه كبيره جدا عند حضراتكم في دراسه الاسنان اللي هي النيرفات بتاعه الفك العلوي وبتاعه الفك السفلي، ثم الكرينيال كافيت اللي هو تجويف المخ من جوه، والاوربت اللي هو تجويف العين. زي ما قلت لحضراتكم بنبدا اي جزئيه بتلاقي بيقول لك اول حاجه كده اتكلمنا عن السوبرفيشال فاشيا، في السوبرفيشال فاشيا يبقى انت لازم على طول تفكر في حاجه اسمها سب كيوتينيوس نيرفز وسب كيوتينيوس فيسل وتتكلم عنهم بالتفصيل، ثم يجي بعد كده الديب فاشيا اللي هي غلاف العضلات، مش هتقابلنا كتير بس ساعه ما تقابلنا اعرف انها بتغلف حاجه. المصل بندرس اربع عناوين رئيسيه وواحد ممكن يكون موجود او لا، الاوريجن البدايه، الانسرشن النهايه، النيرف سبلاي العصب الموتور اللي بيغذيها، والاكشن العضله اللي ما بتشتغل بتعمل ايه، واحيانا تجي لنا الريليشنز
الحاجات اللي بتكون حوالين العضلة. بالنسبة للنيرف والارتري نعرف بداية ونهاية والكورس والريليشن والفروع بتاعته اللي هي البرانشات بتاعته. بالنسبة للفين عاوزين نعرف التجميع، مين مع مين بيديني ايه، يمسك مع مين يديني ايه، يمسك مع مين يديني ايه، لحد ما يوصل في الاخر ونبقى واحد بس. الليمف نود لازم نعرف اسمائهم والمكان اللي موجود فيها وبتسحب انهي منطقة، يعني بتشفط الليمف بتاع انهي منطقة، عشان تبقى مهمة جدا بالنسبة لنا في تشخيص امراض كتيرة. البون هندرسه ان شاء الله بالتفصيل في العملي، بس انا هتعمد ان انا بشرح كل جزء في النظري، اقوم جاي قايل لكم جزئيه العمل اللي موجوده فيه، جزئيه البون اللي موجوده فيه، بحيث انكم تبقوا فاهمين كل حاجه. هندرس غدد، او ندرس غده تحديدا هي الباروتيد، وفي اي غده اعرف لي عنوان مهم جدا 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 هو الريليشن، والجزء الثاني بيكون النيرف سبلاي بتاعها، والجزء الثالث بيكون الضغط بتاعتها. بالنسبه للجوينت لما ندرس الجوينت اهم حاجه الليجامنت والموفمنت، الاربطه والحركات ومين العضلات اللي بتعمل الحركات دي. ولما نيجي ناخد الجانجليا ان شاء الله لازم تعرف لي نوعها ايه ومكانها ايه ومين الاعصاب اللي داخله فيها ولما تخش فيها بتعمل ايه وهكذا. دي الموضوعات اللي احنا هندرسها بالتفصيل في كتاب الهيد، وتحت كل موضوع هندرس ايه. يا رب تكونوا فهمتوا الجزئيه دي كويس. ان شاء الله بقى نبدا في شرح جزء السكالب من بكره باذن الله. اتمنى انكم تكونوا جمعتوا اي حاجه من الكلام بتاع النهارده، وبكره ان شاء الله نبدا الشرح التفصيلي بقى. يعني يا رب تكونوا فهمتوا الجزء ده، وربنا معاكم في مذاكرته بعد كده باذن رب العالمين.